غدا الهلال والفيصلي، هل تكون ثالث لقب سوبر للهلال ويصبح السوبر بالثلاثة، ولا أول ذواقة سوبر للفيصلي؟ نشوف. يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة مثيرة بين الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 والفيصلي حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية، عندما يتواجهان غدا الخميس على لقب كأس سوبر السعودي. يتطلع الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم لتجاوز عقبة نظيره الفيصلي والظفر بلقب كأس السوبر، وبالتالي تجاوز جاره النصر في سباق أبطال السوبر، حيث حقق كلا الفريقين لقبين من قبل في تاريخ بطولة كأس السوبر. يدخل الفيصلي اللقاء بضغط نفسي أقل وحافز لدى اللاعبين للظهور بشكل مميز لتحقيق انتصار تاريخي على الهلال، واستقلال تراجع مستوى منافسه الفني والضغط النفسي الذي يطارد جارديم ولاعبيه. مباراة السوبر لن تكون سهلة أمام بطل الدوري وفريق كبير، ومع ذلك فنحن كلاعبين الفيصلي متحمسين لهذا اللقاء. الفريقان التقيا الجمعة الماضية في ختام الدور الأول من الدوري في لقاء انتهى بنتيجة 3 أهداف لهدفين للهلال، لكن لقاء الغد يختلف في كل تفاصيله. مباراة الكؤوس لا تبحث عن مستوى بل عن الفوز، بالرغم من تقديمنا أداء جيد أمام الهلال في المباراة الماضية في الدوري، وللأسف لم نفز، ومباراة السوبر ستكون مختلفة عن الدوري، ونحن مستعدون لهذا التحدي. تترقب جماهير الهلال مباراة السوبر حيث تبحث عن اللقب أولاً، ثم الإطمئنان على فريقها الذي يعاني تحت قيادة البرتغالي ليوناردو جارديم في المباريات الأخيرة، وقد تكون بداية عودة الفريق إلى النتائج الإيجابية. فمنذ الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا عانى الهلال من تراجع مخيف في مستواه، ولم يتمكن من تحقيق الفوز إلا في مبارتين أمام الرائد في كأس الملك والفيصلي في بطولة الدوري. إن شاء الله أننا نرضي جمهورنا اللي مقصرين معهم كثير، لكن زي ما قلت لك بالإصرار والعزيمة والإحساس بالمسؤولية نرجع إن شاء الله نفس قبل أحسن. الهلال يرغب في زيادة حصته من ألقاب السوبر بإحرازه للمرة الثالثة، فيما يحلم الفيصل بالفوز بالكأس لأول مرة في تاريخه. غدا المرة الخامسة التي يظهر فيها الهلال في مباراة السوبر، وسبق له المشاركة في نسخ أعوام 2015 و2016 و2017 و2020، وخرج منها باللقب في مرتين. لاعبين إدواردو بيني الرباط بينما تشهد البطولة غدا الظهور الأول للفيصلي في السوبر بعد أن أحرز كأس الملك لأول مرة في تاريخه. جدا من سمو ولي العهد، كرة عرضية بالرأس، ملعب الأمير فيصل بن فهد من ملز سيكون مسرحا للقاء، وتذاكر المباريات نفدت مبكرا. غدا الهلال والفيصلي في مهمة سوبر 2021.